طيب اختنا زينب من اسكندريه كانت قلقه من موضوع صلاه التراويح يعني، لا وبتقول احنا بلاش بس تحرمونا من الصلاه. احنا ما نقدرش نحرم حد من صلاه التراويح. صلاه التراويح دي سنه مؤكده عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيدنا عمر بن الخطاب وجميع السلف الصالح. احنا ما نقدرش نحرم حد اصلا من صلاه التراويح لان احنا بنصلي التراويح وبنحب صلاه التراويح، بس هي بتقول احنا بنسمع الدعاء في مكبرات الصوت. انا بس بقول لها حضرتها لما القرار طلع، لو كان طلع قرار من وزاره الاوقاف او غيرها، يريد ان ينظم الامر. ليه؟ لان طيب نعمل ايه؟ بعض الاولاد والبنات بيبعتوا ان احنا في الثانويه العامه وما بنعرفش نذاكر من الصوت العالي، حتى ولو كان قران او كان، مش عاوزين ان احنا نسلط او يكون الطاعه سيف مسلط على الرقاب، بمعنى ان انا اجبرك على شيء ولم يجبرني الله عليه، ربنا ما اجبرنيش ان انا اسمع، بالاضافه احنا عاوزين فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يعني لما يتقري خلي بالك لازم اسمعه. لو حد جنبي حضرتك في قيام الليل بالليل وانا في بيتي لوحدي، سيدنا النبي من السنه الا ترفع صوتك حتى لا تشوش على النائم. ليه؟ ده حقه. وانت حقك تصلي، بس اوعى حقك يجور عليه. فعشان كده بنقول لا نسمع الدعاء وكله. طب ما نروح المسجد عشان نسمع الدعاء. طب ده الدعاء موجود في اذاعه القران الكريم وموجود في كل حته. المهم عشان خاطر ان احنا ما بنتكلمش عن صلاه التراويح، بنتكلم عن نقد صلاه التراويح عبر مكبرات الصوت، وخاصه ان في حته بتيجي شكاوى منها ان فيجي 20 مسجد في قطعه صغيره. ما في تداخل. ده بيشوش على ده وده بيشوش، والله ما حدش يسمع القران كده بالطريقه دي ابدا ولا الدعاء، انما نحب الدعاء. صلاه التراويح ما نقدرش لان ده من جمال رمضان في مصر صلاه التراويح، ولكن عمليه تنظيميه فقط لراحه الناس. الناس اللي عندها مشكلات في المذاكره، عندها مشكلات في النوم، مشكلات كثيره، ما نحددهاش عشان مشكله معينه، لان احنا طول عمرنا بنذيع صلاه التراويح في الميكروفونات. ولكن تعملي ايه حضرتك لو مكان المسؤول اللي جاي الناس بتقول له مش عارفين نذاكر؟ طب ما بنسمعش القران اللي بيتقري، احنا قاسمين شرعا عشان ما بنسمعوش الميكروفون، طب نسمع اني واحد فيهم؟ وهكذا حضرتك حطي نفسك مكانه ونعملها ازاي؟ يبقى هنا درء المفسده مقدم على جلب المصلحه.